إن المعنويات تبدو مرتفعة في معسكره، خاصة مع عودة الحارس محمود جنش الذي أبعده الإيقاف عن خوض موقعة الذهاب. في لعبة كتير كانت موجودة مع منتخب مصر في كأس العالم من نادي الزمالك، طارق والونش وأكتر من لعيب كانوا موجودين، وشافوا الضغوط وشافوا كمية الجمهور يبقى موجودين. أنا كنت مبسوط الفترة اللي فاتت إن الجمهور اللي جه التمرين اليومين اللي فاتوا عشان موضوع التذاكر، أنا كنت مبسوط إن اللعيبة تشوف العدد ده من الجمهور. فهو كل طبيعي إن أي لعيب يبقى جاي عارف إنه هيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، أكيد الضغوط الجماهيرية هتبقى كبيرة، وأكيد جمهور نادي الزمالك معروف للجميع إنه بالملايين. الظهير الأيمن حمدي النقاز يغيب عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات، شأنه شأن المهاجم عمر السعيد، ما يجعل رهان الطاقم الفني في مركز رأس الحرب على خالد بوطيب العائد للتو من الإصابة، وربما مواطنه حميد أحداد، بيد أن المفاجأة التي قد تطرأ هي مشاركة نجم الوسط الفرجاني ساسي في جزء من المباراة بعدما شارك في جانب من الميران الأخير إثر تعافيه من إصابته. It's true that we started in December as our first leg in Chad, so we had to play until yet 15 games. Tomorrow will be the 16th game. It's a long competition, but from the start on, we said we are starting this competition. We want to win it. In football, it's all about on this stage, all about silverware. Unfortunately, we are 1-0 down. That makes it easy. But the spirit is good and we want really to bring back this trophy to our fans and also to the country of Egypt. 60,000 مشجع على الأقل سيؤازرون الزمالك الذي يسعى إلى تحقيق أول لقب قاري له منذ عام 2002، وهو ما يدفع المراقبين إلى التفاؤل بتحقيق المطلوب رغم الإقرار بقوة الضيف المغربي. واضح ان كان الزمالك القادر على تحقيق نتيجه ايجابيه في المغرب ويعني الخروج على اقل تقدير بالتعادل او الفوز، ولكن يعني الجميع على ثقه بتحقيق الفوز وباكثر من هدفين ثلاثه على ملعب سيد برج العرب وحمل الكاس الاول في تاريخ نادي الزمالك بمسمى جديد كاس الكونفدراليه. وتبقى كأس الاتحاد الإفريقي اللقب القاري الوحيد الذي لم تضمه بعد خزائن الزمالك، ما يمثل حافزاً إضافياً لكل عناصر النادي قبل إياب النهائي. شكراً لعمر فهمي. دعونا نأخذ بعض الأرقام التي تخص مواجهة الأندية المصرية للأندية المغربية على الأراضي المصرية، كذلك سنأخذ بعض الأرقام مواجهات الزمالك والأندية المغربية في جميع المسابقات الإفريقية. دعونا الآن مشاهدي الكرام نقترب من نادي الزمالك، من تشكيلة كريستيان جروس قائد أو ربان السفينة في هذا النهائي، يأمل أن يكون المدرب السادس الأجنبي الذي أو السابع الذي يتوج بلقب أفريقيا. هناك 6 مدربين أجانب أخذوا بطولات أفريقية بمختلف المسميات، أذكر منهم الإنجليزي باركر في ألمانيين، واحد منهم فيرنر في البرازيلي كابرال. فهو يأمل أن يكون سابع مدرب أجنبي، يأمل أن يدخل تاريخ نادي الزمالك الكبير من أوسع الأبواب ببطولة أول مرة تدخل بهذا المسمى لنادي الزمالك، ومدرب يعيش ضغوط غير عادية. صحيح، إن شاء الله تكون البطولة مكتوبة لنادي الزمالك، لأن كان في معوقات وصعوبات كثيرة جدا قابلت نادي الزمالك في هذه البطولة، بدءا من البداية غير الجيدة في الجروب ستيج، حصول على نقطتين من أصل 9 في أول 3 مباريات، هزيمة من جورماهيا، تعادل مع ناصر حسين داي، تعادل مع بيترو أتليتكو، ولكن بعد ذلك انتفض نادي الزمالك وكلنا شفنا الانتفاضة القوية اللي عملها في مباريات حتى الآن. ناس كتير متخوفة من الإيقافات والهزيمة المباراة السابقة، أنا معاك تبقى الهزيمة هزيمة، ولكن دعنا نتخيل في عجالة كده مهند، مباراة انتهت بتعادل سلبي بدون أهداف وست لعيبة من نادي الزمالك تم إيقافها، لأن كان في 6 معرضين للإيقاف، كهربا، أوباما، طارق حامد، محمود علاء، بالإضافة للنجاز وعمر السعيد. جميع نادي الزمالك مش هتكون مبسوطة، انما تخسر 1-0 ويتوقف منك 2 لعيبه يعني نوعا ما ممكن كابتن قادر على التعويض. ناقشك في النقطه هذه، ودعني اشوف للجزء الممتلئ من الكوبايه.
ان لو 0-0 او 0-0 في المغرب ممكن يكون هناك استهتار نوعا ما او استسهال المباراة وامام جمهورنا وهدف للاشياء في الاسكندرية سهل. انت جبت اليوم الموضوع. اللاعب المصري يعرف ان عليه مسؤولية يعني ويعرف 80,000 ورا فلازم يعمل كل ما يقدر على احتمال واحد وهو المكسب. انما انت متعادل 0-0 تلعب على احتمالين، متعادل 1-1 تلعب على احتمالين، وممكن يحصل نوع من الاسترخاء، نوع من الاستهتار. تواجد الجماهير ده والشحن اللي حصل طوال الاسبوع مخليني الحمد لله مطمن ومتفائل. لعيبه نادي الزمالك رجاله وسبب النتيجه وسبب الخساره بالظبط وقادره على التعويض. فريق نادي بركان فرق قويه بدون ادنى شك، مش هتوصل النهائي من فراغ، ولكن نتائجه خارج ملعبه ونتائج نادي الزمالك على ملعبه اعتقد تصب في مصلحه نادي الزمالك. والتكتيك والتشكيل اللاين اب اللي قاله لنا عمرو بيدور على نادي الزمالك النهارده بيلعب 4-1-4-1 لا محاله 4-1-4-1. هو كريستيان جروس خاف من اللعيبه اللي غايبه بقالها فتره وبعدها عن الملعب ان يكون لها تاثير. حازم امام بقاله فتره طويله بعيد عن الملعب، خالد بوطيب، ودول المركزين اللي كانوا هيلعبوا مكان حمدي نجاز وعمر السعيد. فقرر ان هو يشرك حميد احداد كمهاجم وعبد الغني اللي لعب المباراه اللي فاتت كسنتر باك كرايت باك، فبيلعب 4 في الدفاع وقدامهم طارق حامد وقدامهم 4 محمد ابراهيم وأوباما وعلى الاطراف ابراهيم حسن وكهربا وامامهم حميد احداد اللاعب المغربي اللي النهارده بيلعب امام ابناء بلده. كهربا لاعب ممتاز بدون ادنى شك وكلنا شفنا خطورته وقدرته على المراوغه في المباراه اللي فاتت، كان هو مصدر خطوره نادي الزمالك وهو بكل المقاييس لاعب يغرد خارج السر. واذا كنت بتكلم عن كهربا بيغرد خارج السر فان طارق حامد هو السر بنفسه، هو قلب نادي الزمالك النابض، هو بدونه نادي الزمالك يخسر كتير في نص الملعب. فده اللي مطمني. ناس كتير قالت ان الزمالك هيقع بعد اصابه فرجاني ساسي، ولكن نادي الزمالك اهو في النهائي ونادي الزمالك قادر على ان هو يتخطى فريق نهضه بركان القوي واللي بنرفع له القبعه احتراما لان يفصله عن التتويج هدفين فقط لا غير. طيب حاتم، كريستيان جروس مدرب متوازن وتقريبا كابتن هايتي بياكدنا هذه المعلومه انه في اغلب الاحيان 4-2-3-1 تشكيله لا تتغير. صحيح. خارج الديار دفاعي 100% والدليل ان 7 مباريات لم تستقبل شباك الزمالك اي هدف، فك الشفره توغولي لاباكوجو. امام الانصار ايضا متوازن كابتن حاتم، واليوم محتاج لهدفين، كيف ممكن يدخل سيناريو المباراه كريستيان جروس؟ بتوازن لانه يحافظ على التوازن. لابد ان يحافظ على التوازن اكيد بدون مشاكل، لانه ضغط الجماهير هذا لابد ان يعرف كيف لاعبين الزمالك التعامل معاه، قادر ان يكون ايجابي وقادر ان يكون سلبي، بمعنى لما يكون التركيز اوفر، بمعنى اوفر على الـ على الـ على اللزوم، لانه هذا الهدف في اداره فريق لابد ان لا يقبل هدف، هذا اول شيء، لانه لو يقبل هدف تعرف المسؤوليه معنى كيف تتفاقم على بالنسبه للفريق مثل الزمالك. توازن مع الضغط ويكون اكيد احنا لما نتكلموا على التوازن الربع ساعه و10 دقائق الاولى سيحاول الزمالك الضغط على فريق بركان وسيحاول التسجيل، لكن اذا لم تسجل وفريق بركان سيبدا اذا لم يسجل فيه سيبدا معنى التحرر والخروج الى مناطق الزمالك، فلابد ان لا تقبل هدف لانه لو تقبل هدف سينهار الفريق على المستوى المعنوي. هذه لما نتكلموا على نهائيات والنهائي يكون ذهاب واياب فهذه هنالك جزئيات بسيطة. بركان سجل في دقيقة 94، لو نعود إلى الهدف، ولذلك احنا نتكلم على الزمالك قبل الهدف، لا يتحمل مسؤوليته المدرب في بعض الأحيان الهدف، يتحمل مسؤوليته لاعبين، لأن المدرب قام بمباراة جيدة، لكن اللاعب قام بخطأ والتغطية لم تكن موجودة، ولذلك قبل الهدف، لابد أن يحافظ على التوازن مع يواجه فريق جيد هو نهضة بركان. شكرا كابتن حاتم، مشاهدي الكرام سنخرج إلى فاصل بعدها ونواصل، تكرموا بالبقاء معنا. استلام كهربا هي بالشمال يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الزمالك. الضربة ركنية يلعب كهربا بعيد عن حارس المرمى، ادي محمود علاء بالعرض وبو هيمة يا هيمة يا هيمة يا هيمة يا هيمة محمود علاء وعبد الله يلعبها حلو